سؤال لطيف يكثر. بالنسبة لأسفل الحنك، الجزء ما بين الذقن، الذقن والعنق، ذقن تجمع على أذقان، ماشي، هل هو من عورة الصلاة تجب تغطيته أم يلحق بالوجه ولا يجب تغطيته والأمر فيه سعة؟ عارفين المرأة إذا لبست إزدال من فوق الرأس كده لا يظهر من وجهها إلا كده بس، صح؟ لبست جلباب من فوق الرأس اللي يظهر، أما إذا لبست خمار لفته بيظهر هذا من الخمار. فالسؤال عن يعني وجه يجوز كشفه ولا يلزم ستره في الصلاة ويجب غسله في الوضوء. نقول له يا رعاك الله، الوجه ما تحصل به المواجهة، وقد بين العلماء حده الذي يجب استيعابه في الوضوء ويشرع للمرأة كشفه في الصلاة. من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا ما يجب أن يستوعبه الغسل في الوضوء. فغسلوا وجوهكم، تبتغسل المنطقة دي بس، تغسل كل كده لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا هو الذي يعني يذكر في تعريف الوجه في لغة العرب وفي الإصطلاح الشرعي أيضا كذلك. الكساني في بدائع الصناعة يقول من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن. الوجه اسم لما يواجهه الإنسان، أي ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحلول. فما يغسل في الوضوء من الوجه هو الحد الذي يجوز كشفه في الصلاة، وهو من منابت الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين، فالذقن من الوجه، ولهذا يجب غسله ولا يجب تغطيته، والعنق ليس من الوجه فلا يجب غسله وتيب تغطيته. لكن في نقطة جميلة هنا، افترض أثناء الصلاة انكشف جزء من العورة صغير، إما فجأة أو مش واخد باله أو مش واخد بالها. حين بعض إخواننا يدخلوا لابس بنطلون مش مربوط كويس، فلما بيركع بينزل شوية تحت، يعني هذا يحدث في عالم الرجال، وقد يحدث أن المرأة يعني خمارها يضطرب فتظهر خصلة من خصلات شعرها أو نحو ذلك. اختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة. الشافعية على بطلان الصلاة بذلك، الجمهور على العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول فإن انكشف من العورة شيء يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره. لكن دليل الجمهور جميل، عمرو بن سلمة يقول يحكي حديث جميل، انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم، ماشي، يا أمكم أقرأ، فكنت أقرأهم، طفل هو أقرأ الناس، فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة وكنت إذا سجدت انكشفت عني. قالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، في رواية غطوا استقارئكم، غطوا الرأي اللي يصلي بينا، واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا القميص. قبل أحلى حاجة وجدت، أحلى حاجة جدت، يعني سبحان الله. رواية أخرى تقول
فكنت أؤمهم في بردة فيها فتق مفتوحة، فكنت إذا سجدت فيها خريت إستي. ولا بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه. وإن نعم يعني هذا مما يشق الاحتراز معه. شيخ الإسلام رجح قول الجمهور وهو أن الصلاة لا تبطل بانكشاف شيء يسير من العورة، فقال إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت.